مهند، مسؤولية كبيرة جدا ان انت تكون سفير للطفولة، بالذات ان في اكتر من 34% من تعداد سكان مصر اطفال، ودي ميزة ايجابية جدا بالنسبة لنا. هتعمل ايه في الموضوع ده؟ مساء الخير عليك يا استاذ مصطفى. مساء النور يا حبيبي. انا كطفل من ذوي الهمم لما بفكر في نفسي بخاف ان انا واللي زيي ما نتعاملش زي بقية الناس وناخد نفس الحقوق الطبيعية، رغم اننا بنشوف حاجات كتير مش حلوة من ناس كتير في المجتمع، لكن الحقيقة يا استاذ مصطفى ان احنا بنحتاج اهتمام ومساعدة اكبر كمان. انا عايز اقول لكل الناس ان احنا موجودين وان احنا قادرين، بس ناخد الفرصة زي بقية اطفال مصر. ما تخافش يا مهند، اكيد كل اطفال مصر زي بعض، مفيش اي فرق. طب انت بتطلب ايه؟ نفسي نشتغل على ان المدارس والمدرسين والطلبه يتعلموا ازاي يتعاملوا معانا صح، وان اي حد يتعامل معانا بطريقه مش كويسه يتعاقب عقوبه شديده. وحضرتك عارف يا استاذ مصطفى طبعا، وكلنا شفنا الفيديوهات اللي فيها ناس وهم بيؤذونا. مظبوط. كمان لازم كل واحد يحترم الاختلاف يا استاذ مصطفى، في الشكل، في اللون، في القدرات، وندرس ماده احترام الاخر في المدارس والجامعات من اول الحضانه. انا وعيت جدا تدريس ماده احترام الاخر. الطلبات دي ان شاء الله تتحقق باذن الله ونقدر نعملها، وبلدنا مليانه خير ومليانه ناس تعمل الخير. اروح لسفير. معلش اتفضل يا فندم. يا مهند، احنا هنعملها فورا فورا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. مين؟ شكرا سياده الرئيس للاستجابه السريعه.